احنا دلوقتي في شارع النيل مدينة راس البر، ده السوق الحضاري اللي تم تجهيزه علشان يتم القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين. كانت اكتر ظاهرة سلبية موجودة في مدينة راس البر زي ما احنا شايفين. السوق عبارة عن مساحة 3500 متر، تكلف 30 مليون جنيه، عبارة عن 5 باكيات، عاملة 192 محل تجاري زي ما احنا شايفين كده. تم تنفيذها عن طريق الانتاج الحربي زي ما احنا شايفين تجهيزات الحريق، تعمل شبكة اطفاء طبقا للحماية المدنية، اشتراطات الحماية المدنية. زي ما احنا شايفين ده ممشى بطول 400 متر على النيل، ده النيل طبعا. الناحية التانية موجود مدينة عزبة البرج. من المنتظر ان يتم افتتاح المشروع، الرئيس عبد الفتاح السيسي هيفتتحه ان شاء الله في اقرب فرصة عن طريق الفيديو كونفرنس. اللي جه راس البر ما كانش بيقدر يستمتع بشارع النيل اللي هو الممشى السياحي اللي بطوله 4 كيلو حتى فمر راس البر. طبعا من السنه اللي فاتت الوضع اتغير تماما بعد افتتاح هذا المشروع.